أنا عييت وسخيت الدنيا وجابها. هي كانت في الكتاب. وشاية الله. وهي كانت من الرجال. الله يعلمها شناهي كانت في حال هكا. آه يا بنت كانت في الدنيا وهذا كان المشهد الثاني ديال العرض المسرحي علاش غير انا كيما قلت الكاتب والمخرج عبد الرحمن سيكري اللي كيعالج فيه القضيه في المشهد الاول ديال داك العنف اللي كتعرض ليه المراه بصفه عامه من الشارع من العامه من الناس من ديك النظره الذكوريه اللي كاينه عندنا في المجتمع ديالنا. وكيجي المشهد الثاني اللي فيه يامنة وفيه علال اللي هو داك كيما كنقولوا داك المجتمع الصغير وسط الدار، يعني العنف اللي كتعرض ليه المراه وسط الدار كيما كنقولوا بركه ما نغسلو وسخنا بيدينا ونخبيه مور الجدران، ضروري خصنا نبينوه ونحاولوا نعالجوه ونلقاو ليه الحل، نحاولوا نبدلوا شويه ديك الحاجه. حيت الا جينا حتى مثلا المراه الا وصلت بغات توصل القضيه ديال الطلاق ولا كتمشي ترفع دعوه براجلها لانه عنفها كيطلبوها بالشهود، وكيفاش ان هذه المراه غادي بشهود وهي وسط المنزل ديالها، يعني في علاقه غير هي وراجلها. هذاك الشيء علاش الجمعيه ديالنا حاولت انها تقدم هذا العرض هذا باش نحاولوا كي كنقولوا نعريو على ذاك الواقع، نوريو ذاك الشيء اللي مازالش الناس بغاو يردوا ليه البال. ذاك الشيء علاش كنتمناو من كاع جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقيه والناس اللي كطرف من اجل حقوق المراه نحاولوا نردوا البال ذوك القضايا ونردوا البال القوانين المسطره اللي كتاثر العنف الاسري اللي كتعرض ليه المراه مع الزوج ديالها، ونحاولوا نلقاو حل للجميع. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.